واحد بيقول هل الصوم صوم يونان ام صوم نينوى؟ من جهة التوبة الصوم صوم نينوى، ومن جهة يونان في بطن الحوت يبقى صوم يونان، يعني هما الاثنين مع بعض. عشان كده احنا بنقول في الالحان يونا بي بروفيتيس افكي خنسنيجي امبيكي توس ان شمتن اهؤون ام شمتن اجر كاتتي اوس البنسوتير، يعني يونان النبي قعد في بطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي كمثال لربنا يسوع المسيح، فالاثنين مع بعض.